لجين عمران، اهلا وسهلا فيك معنا على فوشيا.com. حبيبتي اهلا بيك واهلا بكل متابعينكم. اليوم نحن التقينا فيك بليكول فان كليف، خبريني عن حبك للمجوهرات. ما في امراه ما بتحب المجوهرات اكيد، ولكن كل امراه لها طابع معين او ستايل معين. انا من زمان بتعامل مع فان كليف فان اربل، وفي نفس الوقت يعني حصل لي الشرف اني ازور معهد ليكول في باريس بال 2015، وكان بالوقت المناسب قبل ما أطلق اللاين تبع مجوهراتي، فلذلك أعطوني هذا الكورس اللي استمتعت جدا فيه وتعلمت أمور دقيقة، ولكن الأهم أني عرفت قيمة القطع اللي موجودة عندي. سابقا ما كنت أحطهم في علبهم، من بعد ما شفت كيف بيصنعوها وكيف مدى الصعوبة والدقة عرفت قيمتها أكثر، صرت أحافظ عليها أكثر. طيب نحن اليوم شايفينك عم يعني بتتألقين بمجوهراتك، أول فوتو شو تعملتي بتتذكري مع فان كليف؟ إيه طبعاً. مع مين؟ كان ممتع وكان رائع، يعني شوف مين بيسألني مع مين؟ معي. طيب هلأ أول سنة هالمرة لقلهم بدبي، يعني هالسنة هي أول مرة لقلهم بدبي، هن بلشوا من 5 سنين. شو بتقولي إنه قدي بتحسي إنه نحنا ك عرب منحب نتعلم كيف نصمم المجوهرات؟ يعني بتحس انه نحن في عنا المتابعة مثل الفرنسوية مثل بلندن؟ هو الموضوع ان جنرال كثير ممتع. البعض يفتكر انه لازم والله يكون عندي مصنع واكون مصممة مجوهرات او لي بالاندستري تبع المجوهرات عشان اتعلم. بالعكس، هو متعة انك تروح تشوفي كيف بيعملوا قطع صغيرة انت بتشوفيها في واجهة المحلات او بالمجلات او بتقتنيها بس ما بتعرفي قيمتها، فبتتعلمي هذا الفن. حتى الذائقة بتصير مختلفة، اهتمامك بيصير مختلف بهذه القطع، بتعرفي قيمتها. لدرجة اني كنت اقول لوسام لما شفت كيف بيصنعوا القطع قلت له الحين صرت استحي اقول لكم حتعملوا لي تخفيض، عيب. طيب بما يتعلق باليوم رح تفوتي على الدرس؟ أكيد لازم، صحيح أني أخذت درس من قبل بس متحمسة، أنا متأكدة حيكون الدرس هذه المرة كمان شيء مختلف وشيء جديد. أوكي، وشو بدك تقولي للمشاهدين ككلمة أخيرة عن المجوهرات اللي بحبوا؟ يعني هيدول من صناع المجوهرات القدامى، فاللي بحبوا يقتنوا هيدا النوع من المجوهرات شو بدك تقولي لهم؟ أقول لهم استمتعوا أول شيء، دلعوا حالكم، وبالذات للمرأة. في بعض السيدات بتنتظر زوجها يدلعها أو صاحبتها أو صاحبها أو مناسبة أو كيف ما كان، بغض النظر عن المسمى أقولها أنت دلعي حالك وأنت اختاري قطعك بنفسك، وكل واحد يدلع حاله بنفسه. أنا بالنسبة لي لما أشتري مثل هذه القطع أنا أشتريها لحالي، مش منتظر أحد يدلعني، عارفة قيمتها وأعرف قيمتها أكثر لو أنا اللي دافع فيها. فلذلك بالنسبة طبعاً القطع هي أذواق، يمكن اللي يعجبني ما يعجبك، ما يعجب أحد ثاني، ولكن في النهاية كل واحد له ذائقة، إيش ما يختار حيكون حلو في النهاية. بس المجوهرات عادة بتعبر عن المرأة. طبعاً هي جزء من شخصيتها، يعني كل سيدة دائما يقول لك بالأحجار أسرار. فكل واحد بيحب حجر معين أو لون معين، ناس بتلاقيهم بيحبوا الذهب الأبيض، ناس روز، ناس اليلو، ناس بيحبوا السفاير، ناس بيحبوا الروبي مثلا. فأنا بحب الدايمون، أحس أنه الدايمون بيناسب يعني كل شيء، وإتس تايمليس، أو فيني ألبسها كل يوم. أنا ما بحب القطع اللي بشتريها وأحطها في التجوري أنتظر مناسبة، أنا أحب كل يوم حتى لو كنت جالسة بالبيت ما عندي مناسبة أحب ألبس القطع مثلا، فلذلك هذه القطع الكبيرة تبع المناسبات مش صحبة معها أبدا. مبين لأنه simplicity. Exactly. كل ما كانت ناعمة وdaily use كل ما كان أحسن. Thank you لجين. شكرا حبيبتي.